بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السور القصيرة الناس تقرأها كثير، و في الوقت نفسه يعني تحتاج أن تعرف المعنى في هذه السور بالذات أكثر من آيات كثيرة، لأنه كما قلنا يكررها الصغير والكبير، وأحيانا يكون المعاني الموجودة في الذهن معاني مبسطة هي أكثر، هي أمثلة أكثر منها تفسير. لذلك ممكن نحاول أن نفسر بعض هذه السور القصيرة، واليوم نختار قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إلا في حديث في مسند أحمد بن حنبل أنه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، أنها نزلت قبل الإسلام. يعني إذن القرآن الكريم هناك مؤشرات من أدلة، أقصد أنه بعض القرآن كان قد نزل على الأنبياء السابقين، ومنها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ولذلك أنتم بتلاحظوا سليمان عليه السلام لما جاء يرسل برسالة شو قال؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الآية مشهورة في القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعن القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى إنه بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. مش موضوعنا، إنما هاي المعوذات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، حتى نزلت عليه بأدعية مختلفة، حتى نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول الحديث الصحيح إنه بعد نزول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. يعني إيش المقصود؟ المقصود إذا كان يعني ليس هناك أفضل عندما نستعيذ من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأنه كان يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة، حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فأخذ بهما وترك ما سواهما. طيب قل أعوذ برب الفلق. الملفت طبعا أنه السورة سميت الفلق، معناته هذا المعنى بالذات مهم تدور حوله السورة. في البداية ما هو الفلق؟ ما هو الفلق؟ لاحظوا، الفلق انشقاق ثم انبثاق، انشقاق ثم انبثاق. يعني ليش بصير انشقاق؟ من أجل الانبثاق، هذا الفلق. لذلك هم لما قالوا إنه الفلق يعني الصبح، المفسرين لما قالوا الفلق يعني الصبح، لا، هذا مثال، لأنه الصبح ينشق من الظلمة وينبثق النور، بشيك كأنه الظلمة كانت تحجز النور فبشق الظلمة وبيخرج. فهو هل صحيح انه هون ننتبه انه احيانا المفسرين لما بيفسروا هم بيفسروا امثله، يعني بيعطوا مثال مش عم بيفسروا،
فلما يقولوا الفلق الصبح، لا هو مش الفلق الصبح، هو الصبح زي أي ظاهرة ثانية فيها فلق، هو بفلق الظلمة وبينبثق. إذن كل ما ينشق عن شيء ثم ينبثق هذا الشيء من داخله هذا إيش اسمه؟ فلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح. بشك؟ طيب، إن الله فالق الحب والنوى، يعني مش الصبح كمان، بشك؟ إن الله فالق الحب والنوى، لأن إذا بتلاحظوا لما بتنفلق الحبة بيخرج منها النبتة، بشك؟ وهذا قانون، إذا بتلاحظوا هذا قانون كوني، قانون كوني اللي هو قانون الانبثاق.